في الوقت اللي أزمة سد النهضة شغالة والمفاوضات بين مصر وأثيوبيا مش ماشية في أي سكة، ظهرت تحركات ملحوظة من المخابرات المصرية في قلب أفريقيا، زيارات غير معلنة لمسؤولين مصريين لدول أفريقية مختلفة، وكل ده بيدل إن مصر بتحاول تحشد دعم أفريقي قبل ما القضية توصل لمجلس الأمن. التحركات دي جاية في توقيت حساس جداً، وبتحاول مصر من خلالها إنها تكسب أرضية جديدة وتأكد على حقها في مية النيل، خصوصاً في ظل التعنت الإثيوبي. وفي قلب أفريقيا وتحديداً في أسمرة العاصمة الإريترية كان في تحركات مهمة وغير عادية. رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ووزير الخارجية بدر عبد العاطي وصلوا هناك في زيارة غير معلنة، وفي حقيبتهم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الإريتري أسياس أفورقي. من الواضح كده إن الرسالة دي كانت عن دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا، وكمان متابعة التطورات في المنطقة، خصوصا البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ده كان ظاهر في البيان اللي صدر عن وزارة الخارجية المصرية، لكن القصة ما بتقفش عند البيان الرسمي. اللي حصل في الكواليس كان أكبر وأعمق بكتير. أول ما وصل عباس كامل وبدر عبد العاطي الأسمرة، بدأوا في سلسلة مناقشات مكثفة مع الرئيس أفورقي. الهدف مش بس العلاقات الثنائية، لكن كمان البحر الأحمر وتطوراته اللي بقت محط أنظار العالم كله. أسياس أفورقي كان عنده رؤية خاصة بالمستقبل القريب في المنطقة، خصوصا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب اللي ليهم أهمية استراتيجية كبرى. الوضع في البحر الأحمر بقى معقد أكتر، والمرور من مضيق باب المندب بيواجه تحديات كبيرة، خصوصا مع النزاعات اللي بتحصل في المنطقة والتوترات اللي ما بتخلصش. عباس كامل وبدر عبد العاطي كانوا مركزين جدا واستمعوا لرؤية أفورقي اللي كانت مليانة تفاصيل دقيقة، من أول تأمين الملاحة البحرية لحد تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي كله، واتفقوا مع أفورقي على ضرورة تكثيف الجهود، وقالوا إن لازم يبقى فيه تشاور مستمر لتحقيق الاستقرار في السودان، وكمان دعم المؤسسات الوطنية هناك والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته. الموضوع ده مش جديد، في فبراير اللي فات السيسي كان استقبل أفورقي في القاهرة، كان في نقاش جاد عن البحر الأحمر والوضع الخطير اللي بيشهده، واتفقوا على ضرورة احتواء الموقف وعدم التصعيد، وكمان اتفقوا على احترام سيادة الصومال ودعمها في مواجهة أي حاجة تهدد سيادتها. لكن المرة دي اللي بيحصل في الكواليس مختلف تماماً. مصر بتتحرك في أفريقيا بشكل واضح وسريع في ظل الأزمة اللي شغالة بين مصر وأثيوبيا بسبب سد النهضة. كانت التحركات دي إشارة أن مصر مش هتكتفي بالمسار الدبلوماسي التقليدي وبس، لكن كمان هتستغل كل الأوراق اللي عندها، وده ممكن يكون بيشمل تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية المؤثرة زي مثلا إريتريا، وتأكيد نفوذها في مناطق حيوية زي البحر الأحمر وكمان القرن الأفريقي. المشهد معقد ومتداخل، والأكيد أن تحركات المخابرات المصرية في أفريقيا مش هتوقف عند هنا. ده مجرد فصل من حكاية كبيرة جدا لسه فصولها جاية، والهدف النهائي ليها هو تأمين المصالح المصرية في المنطقة، سواء بقى كانت مائية أو أمنية أو كمان استراتيجية. مجموعة من الخبراء المصريين كشفوا عن الأسباب الحقيقية وراء زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لمصر، وده في توقيت حساس جدا مع أزمة سد النهضة اللي بقت أكتر الملفات خطورة في تاريخ مصر الحديث. الزيارة دي ما كانتش مجرد زيارة عادية، دي كان وراها رسائل مهمة جدا وموجهة بشكل مباشر لأثيوبيا. إريتريا اللي كانت في يوم من الأيام جزء من أثيوبيا نفسها وفضلت في حرب أهلية معاها لحوالي 20 سنة، النهاردة بتلعب دور جديد ومهم في المنطقة. الخبراء بيقولوا إن الزيارة دي ممكن تكون نوع من الوساطة برعاية الاتحاد الأفريقي، أو حتى كمان رسالة مباشرة من مصر لأديس أبابا، وبجانب كده ممكن تكون رسالة لبعض الدول اللي عندها قواعد عسكرية في مناطق زي الصومال وجيبوتي. اللواء جمال مظلوم خبير استراتيجي ومدير سابق لمركز دراسات القوات المسلحة المصرية قال إن إريتريا عندها القدرة إنها تكون وسيط في أزمة سد النهضة، وده لأن ليها تأثير قوي على أثيوبيا، خصوصا ان البحر الاحمر بيعتبر المنفذ الاساسي لاثيوبيا، وبما ان الطريق عبر الصومال او جيبوتي مش فعال قوي بالنسبه لاثيوبيا، فدور اريتريا هنا بيكون مهم جدا. مظلوم اضاف كمان في كلامه ان اريتريا ممكن تلعب دور في تامين البحر الاحمر، لان عندها علاقات كويسه جدا مع مصر، ومصر بتحاول تقرب اكتر لاريتريا علشان تعزز النفوذ في منطقه القرن الافريقي. كل ده بقى جاي في الوقت اللي فيه كلام كتير بيتقال عن قواعد عسكريه مصريه في جنوب السودان، والموضوع ده رغم انه بيتداول في الاعلام الا انه بيعكس مدى اهميه قضيه الميه ونهر النيل بالنسبه لمصر. الموضوع بالنسبه لنا مساله حياه او موت، وده بيخلي المصريين مش قادرين يستحملوا تصرفات اثيوبيا اللي بقت مستفزه وغير صريحه. مظلوم كمل وقال ان المجتمع الدولي فاهم الوضع كويس جدا، وعارف ان مصر عملت كل اللي تقدر عليه لحل الازمه بتاعت سد النهضه، وده عن طريق الطرق الدبلوماسيه، ودلوقتي مصر بتدور على كل وسيلة ممكنة علشان تحل المشكلة قبل ما توصل لمرحلة استخدام وسائل ممكن المجتمع الدولي يشوفها غير مقبولة. ومن ناحية تانية، السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للعلاقات الخارجية قال إن زيارة الرئيس الإريتري لمصر جت في وقت حساس جدا
خصوصا ان العلاقات المصريه الاثيوبيه بقت في توتر مستمر بسبب تعنت اثيوبيا. الزياره دي بتحمل رسائل متعدده للعالم كله، منها ان مصر لسه متمسكه بالدبلوماسيه وتعزيز العلاقات مع دول القرن الافريقي، ومصر عاوزه توفر لنفسها حريه الحركه في السياسه الخارجيه خصوصا في المنطقه دي من العالم. افريقي زار مصر قبل كده 4 مرات، والزياره الحاليه دي مش بس مجرد تعزيز للعلاقات الثنائيه، دي جايه في وقت المنطقه فيه مولعه بملفات زي حوض النيل وامن البحر الاحمر. اريتريا عندها ساحل بطول 180 كيلومتر على البحر الاحمر، وده بيخليها شريك مهم لمصر في تامين الملاحه في المنطقه. في النهايه زياره الرئيس الاريتري لمصر في الوقت ده كانت اكتر من مجرد زياره رسميه، دي كانت جزء من استراتيجيه اكبر بتحاول مصر من خلالها انها تامن مصالحها في ظل ازمه سد النهضه، وكمان تعزز من نفوذها في منطقه القرن الافريقي والبحر الاحمر.